الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخاتم الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحييكم أحبتي بتحية الإسلام وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن نتجول في هذا البرنامج المبارك رمضان في بلادي من منطقة إلى أخرى، وقد حللنا في هذا اليوم المبارك وهذه الليلة العطرة، ليلة القدر، هذه الليلة التي قدر الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمة وأنزل القرآن الكريم، فلا بد من أن يكون ضيف على هذه الحلقة وأمامكم أيها المشاهدون الكرام من هو يغني المشاهد ويغني السامع بما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه من فتوح العارفين، ألا وفي ضيافتنا وفي هذه القناة المباركة حضرة وجناب السيد العارف بالله شيخنا الجليل الرجل النحرير الشيخ عباس فاضل الحسني أدامه الله سبحانه وتعالى ذخرا لهذه الأمة، فأنت ضيفا على قناتنا جناب الشيخ، فأهلا وسهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يليق بذاته، حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فقلت الحمد لله رب العالمين. اللهم إنه العجز، ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وأصلح لنا في ذريتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. حياكم الله في بدء درسنا ومجلسنا هذا، وأنا دوما بفضل الله متصل بدروسنا في ليلنا ونهارنا وفيما نكتب وننشر، وقد تعافينا عن العموم من الفضائيات، ولكن عندما جاءنا الدكتور خميس وإني أظن به أنه صاحب القراءات والداعي الإسلامي، فلبيت بهذه الفضائية، وأني لأرجو الله أن يكون عملي وعمله خالصا لوجه الكريم، وأن يبارك في هذه الفضائية وتكون نافعة للأمة ولها من الأجر عنده سبحانه وتعالى. فحياكم الله. حياكم الله سيد العزيز، فتح الله عليكم فتوح العارفين. آمين. إن شاء الله. آمين. وشملنا بدعواتكم. آمين. وأنواركم. آمين. بفضل الله تعالى. جناب الشيخ، الله تعالى يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك يا محمد ما ليلة القدر؟ الله تعالى خاطب بالتعظيم إنا، فما هي انطباعاتكم على هذه الليلة المباركة؟ وقد خطت أناملكم بخصوص هذه الليلة من خلال المؤلفات التي قد سهرت الليالي من أجل الخروج بهذه الكلمات النيرة التي طغت على الأرواح
والقلوب من باب التفكر والتذكر بآلاء الله وبهذه الليلة المباركة التي لها تقدير عند الله سبحانه وتعالى قبل المصطفى والعارفين والصحابة وآل بيت النبوة والأطهار. فالكلام لجنابكم جناب الشيخ. نعم، إنه سؤال عميق دقيق، وأني أشتزل لضيق الوقت، وإلا نحتاج إلى ساعات في ذلك، لكن نرجو الله أن يفتح علينا بتوفيقه. آمين. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الله تبارك وتعالى أنزل القرآن الكريم، وهو الكلام الجامع لكلامه بما أنزل في الكتب السماوية التي سبقت. الله وتعهد بحفظه، لأنه حفظ للدين الكامل الذي أنزل من آدم إلى خاتم النبيين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم جعل فيه جل جلاله أحكامه المرضية، ورضيت لكم الإسلام دينا، وجعل فيه التحدي في إعجازه، وأقول للأمة القرآن ليس معجز ببلاغته فقط ولا بأسرار البلاغة فقط، لأن هذا كان سطحا عاما في قريش الذي أنزل عليهم القرآن المجيد، ولكن تحداهم بأسرار رموز البلاغة، ومنه المتشابه، ومن ذلك ظلال المعاني كروح البيان وروح المعاني وغير ذلك. من هذا نرى أن الله تعالى ذكر بعض الحروف في القرآن ليس كما يقال، مع تحياتي واحترامي لمن قال ومع عتابي في ذلك. الأديب الذي يعمل رقعة أدبية خلما يضع فيها زيادة أو نقصان بحرف واحد، فكيف كلام الله الأزلي القدسي؟ ومن ذلك قال تعالى، نأخذ ثلاثة أمثلة في ظلال المعاني. قال تعالى: وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا. حتى نصل إلى سؤالك القيم: إنا أنزلناه. وكفى به، فالباء هنا في اللغة العربية لسلب الأفعال. وما معنى سلب الأفعال في اللغة؟ عندما نقول الله سميع بصير، وأنا سميع وأنت بصير، فما الفرق بين سمعه وبصره وسمعي وبصرك؟ سمعنا وبصرنا فيه نقص، نرى على ما قدر إلينا، فنرى مسافة قصيرة ونسمع صوتا قصير. لكن أما يأتي الله بسمعه وبصره وبخبرته وعلمه، فأتى بالباء فسلب عن صفاته أي نقص في الفعل. أي بمعنى الله سميع مطلقا، الله بصير مطلقا، لأن الباء سلبت عنه أي نقص بالفعل، فكل ما في الكون يراه
وكل ما في الكون يسمعه، لأن سلب الأفعال وقع فلا نقص لصفاته. سبحان الله. فهو كامل السمع المطلق وكامل البصر المطلق، وهذا سر الباء في اللغة. إذن وكفى به سميعا بصيرا، فهو بذنوب عباده خبيرا. إذن كفى به أي بذاته الأقدس أنه يعلم صغائر الذنوب ويعلم مثقال الذرة في الكون في السماء والأرض وأقل من ذلك. لماذا؟ لأنه أتى بسلب الأفعال عن صفاته القدسية. هذا هو الباء باجتزال واقتصار. وعندما نأتي إلى قوله تعالى الرجل الصالح الخضر على من قال رضي الله عنه مع سيدنا موسى عليه السلام وعلى سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم صلى الله عليه وسلم، عندما قال فأردت أن أعيبها، سبحان الله، نسب هنا الضمير إلى نفسه، ضمير المتكلم. ولما جاء إلى الغلام قال فأردنا بضمير الجمع والفاعل واحد، ولما أتى إلى الجدار قال فأراد ربك، نسب الضمير إلى ذات الأقدس جل جلاله والفاعل واحد والأمر واحد. إذن الأمر فيه ظلال المعاني في أسرار رموز البلاغة من المتشابه العظيم. فنرى هنا قوله رضي الله عنه أو عليه السلام قال فأردت أن أعيبها، فالسفينة أعابها حتى لا يأخذها الملك غصبا لأنها لفقراء، فنسب العيب إلى نفسه تأدبا مع الله. ما قال أمرني الحق أن أعيبها، قال فأردت أن أعيبها. قمة الأدب، هذا محل الأدب الجم. ولما جاء إلى الغلام فكان الغلام كافرا وسيؤثر على والديه وهما مباركان مؤمنان، فأتى بضمير الجمع لأن القتل لا بد أن يقتل الجاني بتحري من مجموعة، فلا يقتل القاتل بمفرد ولا بمثنى، إنما يقتل القاتل بتحري من مجموعة. إذن أتى الرجل الصالح بضمير الجمع فقال فأردنا، إذن المقتول مقتول بحقه لأن الدلالة كبرى في ذلك. ولما أتى إلى الجدار فيه كنز لأيتام وكان أبوهما صالحا وهو يقال الجد السابع، فإذا كان للجد السابع حرمة فكيف حرمة أهل الله في المعرفة الإلهية؟ لا إله إلا الله. لذلك قال كان أبوهما صالحا، الله، فأراد ربك، نسب الضمير إلى الله لأن الله بذاته متعطف لطيف كريم، هو مربي الأيتام بكرم ذاته. ثم أنهى الأمر جميعا فقال ما فعلته عن أمري. إذن العيب بأمر الله والقتل بأمر الله وبناء الجدار بأمر الله والتشكيل في ظلال المعاني. لا إله إلا الله. وهذا كذلك من المتشابه. ثم قوله تعالى في الأمر الثالث قلنا لا أقسم بهذا البلد، الله قسم بعمر الحبيب صلوات ربي عليه، من روحي وما ملكت فداه
قال لعمرك يعني وعمرك يا محمد. ثم قسم بمكة أو ببكة. أما هنا فهو وجود القسم بمكة وبالحبيب معا صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن لا يكون قسما، إنما يكون عظيم القسم. الله الله. لذلك أتى بكلمة لا، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. الله الله. فلما كانت مكة وكان الحبيب أتى بلا مع القسم في اللغة العربية، إذا دخلت لا مع القسم أفاد الأمر عظيم القسم. لا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم عظيم، قسم عظيم وإنه لقسم عظيم. فلما كان الأمر عظيما جعل لا مع القسم، لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بمواقع النجوم، لا. وإنه لقسم عظيم. إذن هنالك من الأحرف في القرآن المجيد وبما بدأ به القرآن الكريم مثل ألف لام ميم، ومثل كاف هاء عين صاد، مثل قاف نون، وهكذا. نعم. هذه يا سادة في اللغة العربية من براعة الاستهلال، وهي المقدمة لأي موضوع كان. القرآن الكريم كل قواعد البلاغة فيه، وأسرار البلاغة وأسرار رموز البلاغة، إلا براعة الاستهلال. براعة الاستهلال ما موجودة إلا في هذه الأحرف، سبحان الله. فبالأحرف قد تم الإعجاز والتحدي. ما شاء الله. فلو قال مكان ألف لام ميم ألم فأصبح التحدي ناقص والإعجاز غير موجود، سبحان الله. فإذا الحرف الواحد أعطى لنا سر التحدي والعظمة لجلال الله جل جلاله وعظم وعمن وفضله ونواله. هذا من براعة الاستهلال والمقدمة لأي صورة كانت. هذه إضافة لما ذكر عن هذه الأحرف، سواء كان بما يراد من الأحرف في الصورة أو غير ذلك في الحساب، لكن هذا أمر يضاف جديد. براعة الاستهلال في البلاغة. ويتحدث الحق جل جلاله في صيغة الجمع وهو واحد فرد. لا إله إلا الله. الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جل جلاله الله، الله تبارك الله. لكن عندما يأتي بصيغة الجمع فهذا يدل على العظمة لذاته. لا إله إلا الله. فضمير الجمع هنا ضمير العظمة، لأن الكبرياء لله عز وجل صفة كمال، لأنه جل جلاله لا نقص فيه، وأنه الخالق الكريم، وكل ما أتى الرحمن عبدا كلها عبيد الله. إذن الكبرياء لذات الحق صفة كمال وصفة عظمة وصفة جلال وقهر. وأما الكبرياء لغير العبد، لغير الله أي للعبد، فهو استخفاف واستحقار، لأنه كله نقص، فلما يتكبر؟ يحمل العذرة وتقتله شرقة وينام ويغفل وفكره مضطرب ثم يموت ثم يكون تراب. أي كبرياء إذن هو؟ لا لا الله. لذلك ورد الكبرياء رداء الله، رداء يقول من نازعني فيه قسمته ولا أبالي.
ثم قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. يا سادة، لا يدخل الجنة أي بغير حساب، والذين يدخلون الجنة بغير حساب هم أهل القلوب بدين الله والافتقار، فإذا افتقر انكسر، وإذا انكسر تعشق، وإذا تعشق تحقق، وإذا تحقق تجلى عليه الحق بالود، سيجعل لهم الرحمن ودا. هؤلاء أهل الافتقار، أهل الصفاء، أهل المحبة، أهل الإخلاص، أهل الانكسار، أهل الخدمة، هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب. ما شاء الله، ما شاء الله. وليس فقط، إنما لهم الدرجات العلى ما فوق الجنان، ما شاء الله، من مقام الرؤية للوجه الأقدس، وهناك الأمر الأكبر ورضوان من الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ثم لا يدخل الجنة النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أين أعماله إذا لا يدخل النار مخلدا فيها؟ يحاسب على قدر مخالفته مع وجود الاعتقاد، ثم يرجع إلى الجنة لما في ذلك من ذرات الإيمان. الله الله، لما حمل من الشهادة. والله إن الشهادة كما أخبر المعصوم المجتبى من روحي فداء صلوات ربي عليه، قال الله أكبر، قال لو وزنت الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مع السماوات والأرض لرجحت عليهما. الله، هذا من ملك الشهادة ومات عليها أبدا، هذا في جنة الله. ما شاء الله، هذا في جنة الله. يبقى الحساب، يبقى العفو، يبقى العقاب، لكن لا يخلد أبدا. الله، إذن لا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أي لا يدخل لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، أي بغير حساب. لا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من كبر، أي لا يدخل النار مخلدا، سيخرج. وكذلك جعلت بين تعارض الأدلة في كلام دقيق بين حديثين في غير الصحاح، وتعلق الناس بالأول ودخلوا في ذلك مع الأتعاب للأمة، وفيها لا يخلو من قسوة قلب وهم على الإيمان وعلى التقوى وعلى الدعوة، وهذا شأن العلماء الصالحين. قال: افترقت أمتي إلى 72، بضع وسبعين كلها في النار، وفي رواية كلها في الجنة إلا واحدة. ما هو الجمع بينهما؟ أي كلها في النار أنها تحاسب ثم ترجع إلى الجنة، غير مخلدة، غير مخلدة. نعم. وكلها في الجنة أي بعد الحساب فيرجعون كلهم إلى الجنة. إذا الأمة على خير كثير. إذا كل الأمة على خير لوجود الشهادة، فكيف بالشهادة مع الاعتقاد؟ فكيف بالعبادة؟ فكيف بالدعوة؟ فكيف بالقلوب مع الله جل جلاله؟ على هذا تعرض الأدلة من أعظم أحكام أصول الفقه، وهو تعارض لفظي لكمال الحكم في ذلك. أرجع إلى كلمة إن ضمير الجمع، الله، إن مو أنا، هذه ضمير العظمة لذاته
واسمحوا لي أعرج قليلا. كلمة إن، لما نأخذ العظمة في كلمة الله، الله الاسم الجامع المانع، ومن قال الله ناجى الله بكل أسماء الحسنى، ما علمت وما لم تعلم. الله الله. والإمام البروسوي ذكرها في روايات أنها ليست مئات، ارجعوا أنتم بأنفسكم عليه. ولله الأسماء الحسنى. الله هو الاسم الأعظم، ومحله الفكر حضورا، ومحله القلب ذكرا. الله قال تعالى: ولذكر الله أكبر. وقال تعالى: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وقال تعالى: واذكر ربك، أي اذكر يا محمد أنت وخاصة أمتك. والدليل: قل لهم ليذكروا بذكرك. واذكر ربك في نفسك تذرعا وخيفة ودون الجهر من القول، من القول من للتبيين وليس للتبعيض هنا في اللغة العربية سادة، لأن الله قال: ويقولون في أنفسهم، فسمى العقيدة في النفس قولا عنده، وسمى ذكر السر عنده ذكرا قولا. الله ويقولون في أنفسهم. الاسم الأعظم هنا هو الحضور بالفكر، أي أن يكون فكرك حاضر مع الله، وما يسمى عندهم بالحضور، وهو استحضار عظمة الله. هذا هو الذكر الشرعي، لننتبه إلى المعاني وارتباطها بين الشرع وبين الرب في الذكر وفي حال القلوب مع الله، وكل ذلك لله بدين الله. الله تعالى يقول: ويتفكرون. ويتفكرون هذا حضور الفكر، وهو استحضار عظمة الله. واذكر ربك في نفسك، أي في قلبك، لقوله تعالى: من ذكرني في نفسه. فنقول للمشائخ الأجلاء: ليس ذكر القلب خصوصية لرسول الله، إنما خصت الأمة لأجل قلبه صلى الله عليه وسلم، صلوات ربي عليه. والدليل أن الأمر جاءنا هنا نكرة، والنكرة للعموم في البلاغة أو اللغة. قال تعالى: من ذكرني، في الحديث الصحيح الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، أي من ذكرني بفكره حضورا المرادف للقلب روحا رحمته رحمة لا يطلع عليها الملائكة. لا إله إلا الله. واذكر من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. أما ذكر اللسان: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وأكثر. ما شاء الله ما شاء الله. إذن اسم الله الأعظم هو ذكر العارفين بالله. وأشار ابن القيم في مدارج السالكين صفحة 440 ذكره، قال: هذا بالفكر والقلب ذكر العارفين بالله. وقال مفتي الحنابلة في القرن الخامس الهجري، وقيل السادس، ولكن عموم على الخامس، يقول في الفتح الرباني، دقائق، في الفتح الرباني يقول: إذا دام القلب على ذكر الله سيرت إليه المعرفة بالله، الله الله الله، والعلم والتوكل والإعراض عما سوى الله، فينام وقلبه لا ينام، ينال هذا ورثة عن نبيه القائل: عيناي ينامان وقلبي لا ينام. ما شاء الله ما
ويقول السيد الرفاعي في البرهان: حقيقة الذكر، تحقيق الذكر، قال أن تجعل في قلبك حضرة الله. ما شاء الله ما شاء الله. ويقول الإمام الجنيد: الذكر في القلب بسبعين على ذكر اللسان مع القلب، قال: لأنه بينك وبين الله، فيجزيك بما هو به أعلم وحده، ويكرمك على قدر ما يعلم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إذن ذكر القلب، الله في القلب مع الحضور، هذا حال العارفين بالله، ومن أكرمه الله بالمعرفة وبالتوجه بإذن تعالى يكرم من أتاه بذلك وإن كان بادئا. ما شاء الله. لقوة فعل الهالة النورانية، والفاعل هو الله. ما شاء الله. لقوله تبارك وتعالى: آيات مؤاية. نعم. الآية تخرق الكون، أما هنا قال آيات للمتوسمين، والمتوسم الذي ينظر بنور الله. لذلك قال مفتي الحنابلة الإمام الجيلاني رضي الله، هذا العالم المحدث الأصولي الفقيه الرباني، الله، قال الإمام ابن الجوزي في المنتظم، ولد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه سنة 470 هجرية، وكان من أكبر المحدثين، لأن كان هو في عصره وأخذ عنه، هذا أمر آخر له تطويل إلى وقت إن شاء الله. على هذا نختم. سبحان الله، يقول: كان الأوائل، لعله يقصد الإمام معروف الكرخي إمام الأجل، أو الإمام الأجل مع الجنيد البغدادي، لأن هؤلاء قسم بالقرن الثالثين، هم القرن الثاني هجري. يقول: كان الأوائل يقطعون المشرق والمغرب على أقدامهم على أن يجدوا عالما، أي بالشريعة الغراء، وركائز العلماء أربعة: العلم والعمل والدعوة والإخلاص. قال: عارفا بالله، وركائزهم سبعة، الله، سبعة: الصفاء والافتقار والأدب والحضور والذكر بالاسم الأعظم، لا إله إلا الله، ثم مقام المعرفة، ثم مقام المحبة في المنهج، ثم مقام الربانية الجامع للمركبين، أي الركائز الأحد عشر. فإذا اجتمعت الركائز الأولى في منهج العلماء والركائز السبعة في منهج العارفين بالله، كان منهج التبعي الورثي. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، وبما كنتم تدرسون، وعلى القراءات العشر، وهو اختصاص تدرسون. ما شاء الله. فهكذا يكون المنهج. إذن قوله تعالى: إنا، هنا لم يقل إني. نتواصل جناب الشيخ هكذا في إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير، ثم ندخل على هذا التفصيل من جنابك لهذه السورة العظيمة المباركة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى إكراما لهذه الأمة، وخص هذه الليلة ليلة القدر بالقرآن الكريم وبرحمة للعباد. أيها الأحبة الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فلا تبتعدوا عنا، سنلقاكم بعد قليل. بكم من جديد أحبتي، وهذه الحلقة المميزة عن ليلة القدر، لازلنا وهذه الكلمات النورانية الربانية
من فمي وجناب الشيخ عباس السيد فاضل الحسني، جنابكم تكلم على هذه الصفات التي يحملها العارف بالله، وقد تطرق جنابكم إلى أكابر الأولياء كمثال الشيخ الجنيد، سيدنا الرفاعي، سيدنا عبد القادر الجيلاني. جناب الشيخ، كثير من الناس حينما يسهرون في هذه الليلة ويحيون ليلة القدر، كثير منهم يطمعون في رؤية أشياء من آلاء الله ونفحاته. ومن المعلوم أن نزول سيدنا جبريل حينما ينزل إلى العباد وهم قائمون راكعون ساجدون لله سبحانه وتعالى، تحصل لديهم شيء من الرعشة، يقال كما جاء بالأثر أن هذه مسحة جبريل على صدور وقلوب العباد، فماذا توجه؟ بارك الله فيك على هذا السؤال. وهذا كذلك من المشكل. نعم. ونحن في الحلقة الأولى حللنا كثير من المشكل بحكمة. نعم. دون أن نعلق إلى هذا وذاك. أولا، كلمة إنا أنزلناه، نعم، جاء بضمير العظمة لأن الأمر عظيم. لا إله إلا الله. والعظمة هنا داخلة في أمرين، وهي رمضان بليلته والقرآن بإنزاله. الله. فلذلك كان الأمر يقتضي بضمير العظمة. إنا أنزلناه، نزول القرآن يختلف عن نزول الكتب السماوية. نعم. سيدنا موسى عندما أمره باللقاء وزاد عليه 10 أنزل إليه تلك التوراة الألواح دفعة واحدة، وكان عندما يغضب يرميها، ألقى الألواح. إذن كان نزول تجلي في نزول ما فيها من الإيمان وما فيها من الرحمة، أي هذه التوراة. لكن العجيب أن القرآن الكريم جعله منجما ل23 سنة، فبكل نزول رحمة وبركة. الله. فالقرآن كان موجودا في اللوح المحفوظ. نعم. في ليلة القدر أنزله إلى البيت المعمور في السماء الدنيا. نعم. إذا نزل دفعة واحدة، فهذه أول سر من أسرار البركة التي نزلت العامة. الله. ثم قسمه بحسب الوقائع، بحسب الحاجة التي يحتاجها النص. الله. 23 سنة أنزل القرآن بحسب الحوادث والوقائع، لكن بكل نزول حكما إلهيا وفيه من التجلي ما شاء الله. الله الله. وبكل نزول معه ملائكة ومعه رحمات. الله الله. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. أي المعنى، كل آية أو كل صورة بحسب النازل عن الله تنزل معها ملائكة في الحفظ، والملك لا ينزل إلا معه رحمة. لا إله إلا الله. ما شاء الله. فكانت الرحمات لن تنقطع والبركات تترى. والأحكام 23 سنة. وهذا سر عجيب ليس إلا في ديننا. الله. لأجل حبيبنا صلوات الله عليه، صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم عندما نرى هذا النزول أمر فيه
عجب العجاب. يعني لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إذن هو الله، لا إله إلا الله. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. أي كلب إذن ينزل عليه صورة كاملة وليس آية تهز الجبال؟ الله الله. والنبي في تمكين، لأن القلب الوحيد في كل حضرة الله، أي بكل أهل القرب عند الله، من ملائكة الرحمن، من أنبياء الملائكة وأنبياء البشر وكل عباد الله، ليس هناك قلب في الكون يتحمل الجلال والجمال معا إلا قلب خاتم النبي صلى الله عليه، وهذا باتفاق. ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا. والعجيب أن عليه الجلال والجمال وعليه التمكين، ما شاء الله. لذلك قال: رأيت جبريل في ذلك المقام. هناك ماكو مكان، نعم، مقام، نعم، انتهى المكان، الإسراء والمعراج. الله، نعم. رأيت جبريل، هذا صح عندنا الحديث، رأيت جبريل في ذلك المقام كالحلس البالي من هيبة الله. الله. كالجدار المثلم أو كالهيكل العظمي تبيها. لأن الملائكة على العموم نور، مو على الاستغراق. إنما تعريفه على الاستغراق هم خلق خلقوا بالإرادة حسب مقتضى الحال. الله الله. وعمومه النور. ما شاء الله. ملائكة أجساد خلق بالإرادة حسب مقتضى الحال. هذا من الثلج، هذا من النار، هذا من كذا، هذا من كذا، لكن أغلبهم نور. سبحان الله. سيدنا جبريل أصبح هذا كمثال، يقول: رأيته كالحلس البالي، والحبيب واقف عليه الصلاة والله والسلام بجبته وعمامته، حافل قدمين، واقف بكل تمكين، لم يتحرك. الله 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 الله. هذا هو القلب المحمدي، الصلاة والسلام. والذي ينال من قدمه الشريف يكون فقط منهجه جلالي جمالي. الله. لذلك يعظم بالاسم الأعظم حضورا بالفكر وذكرا بالقلب في ساعات الليل والنهار. ما شاء الله. ما شاء الله. لكل قاصد ومن الساعة الأولى. ما شاء الله. إذن سيدنا موسى عليه السلام عندما كلمه الحق يتجلى بصفة الكلام فيملأك كلاما لا صوتا ولا حرفا. والله كلم ثلاثة: سيدنا جبريل، سيدنا موسى، والحبيب عليه الصلاة صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، آمين يا رب، سائر الأنبياء والمرسلين، آمين، وخاصة جبريل وموسى عليهم السلام، عليهم السلام. لما كلم الله موسى: ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي. طيب عصاك؟ قال: أتوكأ عليها النوب وأهش بها على غنمي. مرة أخرى: ولي فيها مآرب أخرى. يا موسى لما كررت؟ قال: استئناس بربي. الله الله الله. هو في الجلال يكلمه الحق، قال: ألقها يا موسى. فألقها فإذا هي حية تسعى. هي عصا كانت بيدك قبل دقائق. سبحان الله. فهرب ولم يعقب. الله. هل أن قوة الأفعى أقوى من قوة التجلي؟ سبحان الله. ما هذا السر؟ نعم، هذا ظلال المعاني كذلك. الله الله الله. هذه أسرار رموز البلاغة. انظر، الله إذا ما تجلى على عبده سواء أنزل آية أو أنزل صورة أو كلم بدون الواسطي الله، فعند ذلك ينزل مع الكلام رحمة، فيتحمل من يستمع لأجل الرحمة. والأفعى لا رحمة فيها، فلذلك لما يكلم الرحمة موجودة، ولما رأى الأفعال رحمة فيها. سبحان الله. والبشر يخاف من الأفعال عندما تكون كبيرة، والفم يأخذ إنسانا وأكثر متسع،
يتسع أكثر. الله ثم ليعلمنا الحق أن موسى وإن كلمته ما زال بشرا، لأن طبع البشر يخاف من الأفعى. سبحان الله. فإذا موسى ما زال طبعه بشريا حتى لا تقع المصيبة كما وقعت سيدنا عيسى عند الناس. سبحان الله. نعم. هذا حفظ لموسى ودينه ودلالة كذلك، دلالة أخرى بأن الناس كلهم عبيد، كلنا آت الرحمن عبدا الله. لذلك عندما تجلى عليه مرة أخرى تجلى عليه بالرحمة، قال خذها ولا تخف، فرجع سريعا أقبل، لا يخاف لدي المرسل، لأن هرب ولم يعقب، لم يلتفت. نعم. دلالة البشرية، طبع البشري. لكن لما تجلى عليه جاء بمدد الحق لوجود ذات الرحمة، سيجعل لهم الرحمن ودا، يختص برحمته من يشاء، ورحمتي وسعت كل شيء. الله لما تجلى بالرحمة رجع إلى الأفعى، أخذ بيده فإذا هي عصا. سبحان الله. وهذه دلالة، عندما تقلب أفعى مع فرعون لا تخاف، رباه وأدبه، لأنه إذا أتى السعق كان المحك، وإذا كان المحك كان الثبات. لما تجلى عليه سعق ليمحق أثرا، قال اخلع عليك، أي اخلع زوجتك التي ببالك لتأخذ قبسا لها من النار، ها ليصطلون يتدفؤون فيها، واخلع نفسك وتعال إلي. الله. اخلع عليك نفسك وزوجك وتعال إلي. وهذه من ظلال المعاني كذلك. ما شاء الله. لأن في وليس الفهم السطحي اللي لا السطحي هذا. يذكر اللفظ يا دكتور خميس في البلاغة، يذكر اللفظ القرآني ويراد به بكل معاني الحقيقة والمجاز والإهام اللغوي في معنى واحد. الله الله. بآية واحدة. سبحان الله. بكلمة واحدة. فتح الله عليكم ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب ليس فرض على الحقيقة، علم. الله. إذا نقول كتب على المجاز فرض، على الحقيقة علم، على الإهام إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزمه. الله أكبر. الله أكبر. لذلك قال خذها ولا تخف. إذا نزول القرآن مع كل آية نزول تجلي إلهي، مع كل نزول آية من الأحكام التي فيها من الأسرار الربانية رحمة من الله وحياة للبشرية كلها. فالمدد الإلهي النازل في القرآن الكريم 23 سنة في الحوادث والوقائع لمقتضى الحال الذي تقتضيه نزول الآية في الحكم. الله. إذا مدد الله 23 سنة انقطع، لا على النبي خاتم النبيين ولا على أمته صلوات الله على الحبيب عليه الصلاة والسلام، ويرحم الله الأمة كلها. آمين يا رب. إذا كلمة إن مع وجود القرآن لابد من العظمة. ما شاء الله. نعم. الله أكبر. لكن العجيب أن هذا الإنزال اللي بثلاثة وسبعين 23 سنة جمع كله بما فيه من الأسرار وما فيه من الأحكام وما فيه من البركات وما فيه من الأنوار وما فيه من التجليات، كله أنزله بليلة واحدة. إذن كلمة إنا أنزلناه في ليلة القدر فكانت عظمة، وعظمة بعظمة. الله الله. لذلك قال وما أدراك ما ليلة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر ثلاثة بثلاث، عظمة وعظمة وعظمة. من العظيم. من العظيم. الله أكبر. هكذا. فلما كان الضمير ضمير العظمة الله، لأنه أنزل القرآن بكل هذه الأسرار
بليلة واحدة من الذي كان ينزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، فأنزل بركاته وأسراره وأنواره إلى قلب الحبيب في ليلة القدر صلى الله عليه وسلم. ثم قال خاتم النبيين في الحديث اللي يقول عنا الترمذي حسن صحيح، قال صليت من الليل ما شاء فنعست وأثقلت، نعاس قوي، وإذ يغشيكم النعاس أمنة من، قال فرأيت ربي في أجمل صورته. الله يا مشايخ يا سادة يا أمة، الله ما عنده أجمل وغير جمال، أي رأيت ربي وأنا في أكمل أحوالي مع الله. الله الله الله، هو في أكمل الأحوال، يقول له يا محمد، يقول له لبيك ربي وسعديك، ها أنا قادم بسرعة وعجلت إليك ربي لترضى، من أتاني ماشيا أتيته هرولة، لبيك ربي وسعديك. قال فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال لا أدري، العبد لا يدري وما تدري نفسه، لكن إذا دري عن الله ماذا يصنع. إذن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك. الله، ولا يحيطون بشيء من علمه، الإحاطة عند الله وحده بشيء، وهو التبعيض، أذن الله جل جلاله سبحانه وتعالى أن يعلم من التبعيض في الغيب، من الغيب ثلاثة: النبي بالوحي، والعارف بالقلب، الله، والناس جميعا بالقلم. سبحان الله. وكل ذلك فيها النصوص، وأفردت رسالة موسومة عظيمة سميت الموازنة بعقيدة الغيب، شرحت فيها شرحا مفصلا. من اسمها الموازنة؟ هي موازنة هنا. سبحان الله. بعقيدة الغيب. الله الله الله. إذن العبد لا يدري، لكن إن دري ماذا يصنع؟ خاتم النبيين قال لا أدري، صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا محمد لبيك ربي وسلم، فيما يختصم الملأ الأعلى، لا أدري، يا محمد لبيك ربي وسعدي، يكرر فيما يختصم الملأ الأعلى، قال لا أدري، قال فتجلى علي حتى حسست برد الله، برد تجلياته، أنا منه بين ثديي ملا صدري كل جلال وجمال، ففتح علي فرأيت فعلمت علوم الأولين والآخرين. ما شاء الله. وفي رواية كما قال منذري علوم الدنيا والآخرة كلها. ما شاء الله. وأنظر وإذا الملأ الأعلى الملائكة جالسين هناك يتنافسون، يغبطون أم سيدنا محمد. سيدنا أحمد، هذا سيدنا أحمد الكلام، سيدنا أحمد، هذه الرواية الترمذي. نعم. إمام الترمذي حسن صحيح. قال سبحان الله، هاي مال المنذري، قال هذا في العلم الأولين والآخرين. نعم. عرجت عليها في ترهيب وترغيب، سبحان الله. فقال فرأيت الملائكة في الملأ الأعلى مقربين هنيئا لأمتي محمد. الله، هنيئا لهم. الله. عندهم المساجد يصلون فيها ما شاء الله، والناس يبتعدون. احنا ما عندنا مساجد، صلاة بسبعة وعشرين، وفي رواية قصبت المسجد بمئة صلاة. ما شاء الله. يا سلام. ها، وبعدين قال ينتظرون صلاة بعد الصلاة والله يتجلى عليهم، من الإقامة إلى الصلاة، من الأذان إلى الإقامة. العجيب، قال صلوات ربي عليه، صلى الله عليه وسلم، الأمر عجيب. فقال يعني ادرى الحسنات، قال كثرة الخطأ للمسجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة وإن طالت الإقامة. الله، قال والدرجات مو الحسنات، قال إطعام الطعام. الله الله، يقول له إطعام الطعام. ثم قال بعد ذلك الله أكبر، قال صلاة بالليل والناس نيام، أي مو حسنات، درجات درجات.
ثم إفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف. اللهم صل. هذا محل الأدب والإخلاص والافتقار. متكبر ما عنده هذه. الله. ثم سبحان الله الأمر وين؟ قال إذا كانت آخر ليلة من رمضان جعلت بيني وبين موسى في كلامي 70,000 حجاب. الله. وإذا كان فطورهم رفعت الحجب فيما بيني وبينهم فكلمتهم عند الإفطار بدون حجاب. أمة النبي شن هالمنزلة هاي العظيمة ما شاء الله. فقط الله لا الله موسى ولا غير. الله الله. لأن هاي بركة الجلال الجمالي. الله. وإذا كانت آخر ليلة قال يغفر الله بقدر ما غفر في كل الليالي. الله أكبر ما شاء الله. ثم يقال يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ يعني مو 29 30. قال لا، يعطى الأجير أجر في آخر عمله. الله 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 ما شاء الله. أعطى الأجير أجر قبل أن يجف عرقه. 70,000 من أهل النار يعتق الله في كل ليلة. إذن وما أدراك ما ليلة القدر؟ ما في بمعنى الذي تفيد الاستغراق يا سادة؟ ما معنى هذا؟ كلام شوي عجيب ومن ظلال المعاني البعيد. انتبهوا إلى هذا. قال علمني الله علم أهل الدنيا والآخرة. نعم، علم أهل الدنيا والآخرة. علم الدنيا والآخرة. طيب وما أدراك ما ليلة القدر؟ صلى الله عليه وسلم. يا محمد عليه الصلاة والسلام، أنا علمتك علوم أهل الدنيا والآخرة. علوم الأولين والآخرين الله هو الفاتح. لا إله إلا الله. له وعلمك ما لم تكن تعلم. نعم. وكان فضل الله عليك عظيما. عظيما. نعم. لكن في ليلة القدر عندي من التجليات جلالي وجمالي حتى أنت ما تعرفها. الله 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 الله. وما أدراك يا الله ما شاء الله. وما أدراك إيش كثر أنت عندك فيها. أنا عندي وما أدراك. فوق عندي العقول. ما ليس عندك. فوق العقول والقلوب. إكراما من ذاته إكراما لك ولأمتك. الله الله الله. إذن جاء الضمير هنا بصيغة العظمة، صيغة الجمع، وهذه واحدة من ظلال المعاني. حضرا جناب الشيخ للحديث بقية عن ليلة القدر، ومن المعلوم أن الليلة 29 هي أيضا من هذه الليالي المباركة، والتي يقال فيها أن ليلة القدر فيها سنكمل مع جنابكم في حلقة الليلة 29. لن يتسنى لنا الوقت أن نتكلم أكثر مما فتح الله سبحانه وتعالى عليك، وقد أنرت القلوب والجوارح والأذهان والبصر والبصيرة، وجعلك إن شاء الله ذخر لهذه الأمة. لكن أعزائي المشاهدين، لم يبقى لدينا شيء مع جناب وحضرة الشيخ الداعي الكبير الشيخ السيد عباس فاضل الحسني. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.